فالسعيد من يشمر عن ساعد الجد في طلب رحمة الله والفوز بعفوه ومغفرته، وإذا اطلع الله إلى قلبك فوجدك تعظم شعائره وتعظم هذه الشهور التي اختارها الله وفضلها، وتقبل على الله كما ينبغي، فيكون حالك في رمضان أحسن من حالك في غيره، فإنك على خير من الله. ولذلك أول ما يوصى به المؤمن أن يستشعر منزلة هذا الشهر ومكانته وما ينبغي أن يكون عليه في قلب المؤمن. اختار الله شهر رمضان بين الشهور فأنزل فيه أفضل كتبه وأرسل فيه أفضل رسله صلوات الله وسلامه عليه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اختار الله هذه الأيام التي تعيشها والساعات التي تقضيها، اختارها لهذا الفضل العظيم، فأنزل فيها أفضل الكتب وأرسل فيها أفضل الرسل، فتحس وكأنك في هذا الشهر في ضيافة أرحم الراحمين وفي ضيافة أكرم الأكرمين، وكأن لسان حالك مشفقا على نفسك أن يحول بينك وبين رحمة الله ما يكون من التقصير، وتسأل الله عز وجل أن يجبر لك الكسر وأن يعظم لك الأجر وأن يجعلك ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. شهر رمضان، وأي شهر؟ كان صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أجود بالخير من الريح المرسلة. الله أكبر، الريح المرسلة التي جعل الله فيها إنشاء السحاب ويكون فيها من الخير والمطر، وتحمل السحاب الثقال وتسيرها بقدرة الله فيكون فيها من الخير ما الله به عليم. كان عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة، هذا في خلقه وشأنه. لكن إذا دخل عليه شهر رمضان كان أكثر جودا وأكثر إحسانا وفضلا. قال رضي الله عنهما وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. هل تعلم أن هذا الشهر مع ما خصه الله به من كونه أنزل فيه كتابه أفضل كتبه وأرسل فيه أفضل رسله، أن جبريل كان ينزل فيه من السماوات العلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدارسه القرآن، لتدرك يا ولي الله المؤمن شرف القرآن وفضله، وأن هذا الشهر هو شهر القرآن. تقرأ القرآن قائما وقاعدا، تقرأ القرآن على جنب ومضطجعا، تقرأ القرآن في جميع أحوالك، ثم تقرأه قراءة المتدبرين المتأملين، فتسمع كلام إله الأولين والآخرين يقص الحق وهو خير الفاصلين، تستمع إلى ربك يأمرك فتقول سمعا وطاعة، وينهاك فتقول سمعا وطاعة، تعرض قلبك على القرآن في هذه الأيام الفاضلات. إذا لم تعرض قلبك على القرآن في رمضان ففي أي الشهور؟ وإذا لم تعرضه وقد غلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنة فمتى يكون العرض؟ تعرض أقوالك وتعرض أعمالك على كتاب الله وكلام الله. لا يكفي أن تقرأ الختمة والختمتين والثلاث وتتنافس مع غيرك في الختمات، فكم من رجل ختم ختمة واحدة فتح الله له بها أبواب الرحمة التي لا يعذب بعدها أبدا، وكم من رجل يختم الختمات لم يتقبل الله منها شيئا، لأنه يهذ القرآن هذا، لأنه يقرأ أن الله ينهاه فلم ينتهي، ويزجره فلا ينزجر، ويأمره فلا يأتمر. هذه الأيام التي تعيشها هي أيام القرآن، وهذا الشهر هو شهر القرآن. فطوبى ثم طوبى لمن أحيا الله قلبه وشرح صدره ويسر أمره وجعله ممن أكثر من ذكره وشكره. كفى عام كامل والإنسان في هذه الدنيا يذهب ويجيء ويصول ويجول، أما يكفي شهر واحد يفرغه لربه ويجعله لكتاب الله وكلام الله
يبكي لوعده ووعيده وتخويفه وتهديده، ويطمع في رحمته وعظيم ما أعد لأوليائه في دار كرامته ودار السلام جنته، جعلنا الله وإياكم من أهلها.